السلام عليكم لعشرة الإخوة الأعزاء المحترمين، فيديو جديد بكاليتي جديدة تقدروا تلاحظوها في الصوت. شرينا مايك أو التاني فهمتي، تحلقنا على الوضعية ولا كم قريبة إن شاء الله غتكون مع الستريم وداكشي. المهم ما عليناش، شكرا بعدا على التفاعل ديال الفيديو القديم، راه 1600 وفات 11000 في 3 أيام، شي حاجة كتيرة بزاف. شكرا لكم على التفاعل وهبطوا لايكيو لما دير سبسكرايب ديالها ونتلاقاو مورا دي انتر. ما كاين تعت باش يدير هادشي في بلاصتي، ما كاين تعت كنسمعو كيجيني داسك، ما كان تعت انا اونلي ميك كلاسيكس، كما كنت نعس كما كان فيا مي قاسي بعد باش ما يعرفوش اش فراسي. عدنا والعود احمد، هاد الفيديو هذا غيكون معنا زين طوم. تحياتي اخي اشرف. السلام عليكم الدراري. تحياتي اخي سعد، مرحبا بكم. بالنسبه لاشرف راه عرفتو ماي ديفيت بيت ولي جيم تاعو، تيدير فيديوهات في لاشين تاعنا ديالنا دوفيس كلشي. اي الا كان شي جديد راه على ديك الجيم غديروا لهم اخي زينطو. ضروري ان شاء الله. قبل ما نبداو هذا الفيديو الدراري، شي حاجه اللي غنحاول نهضر عليها قبل عاد ندوزو فهمتي. يا ديسكورد، ديسكورد الدراري ما بقى سميتو جولد فيروس، ولا بحال اللي قلتي ديال واحد ديالنا كاملين من الاخر فهمتي، ولا سميتو الزاويه الفيروسيه. السميه اللي درنا انا والدراري تجمعنا قلنا شنو نديرو في السميه، درنا الزاويه. دونك ولات بحال الاسبورت ديالنا، يعني غنوليو الا كان شي حاجه مع مثلا مع الاكسين نقدروا ندويو معاهم ككوميونيتي فهمتي، شي حاجه غتكون بروفيسيونيل ان شاء الله. وفي نفس الوقت ما بقاش انا زعما هو مولا ولا هذا احسن من هذا، ولينا كاملنا بحال فهمتي. دونك انا والدراري كاملين، اي واحد دخل السيرفور راه حنا بحال فهمتي، اي واحد خصاتو شي حاجه راه مرحبا. المهم هاد البارتي اللي غنهضر فيها على ديسكورد، غنهضر على واحد الروم مهمه سميتها تريدينغ رونين. هاد الروم هادي فيها البيع والشراء، يعني كيفاش تقدر تبيع ايثيريوم ديالك مثلا، انت عندك في الميتاباسك وباغي تبيعو في رونين تشونجي مثلا، غادي تفادى داك الفيز ديك $60 $170 حيت طالع بزاف، تقدر تلقى شي واحد حتى هو محتاج نفس الايشونج وتتشونجي انت وغير تفادى الفيز. فوالا يعني مزيانه لكم نتوما بجوج كتستافدوا. تقدر تبيع لي زاكسي ديالك وتفادى ديك 4% اللي غيقطعو عليك. تقدر تبيع اس ال بي، الدراري كيشريوه كما كتشوفوا هي راه محركه بزاف. يعني الا دخلتوا للديسكورد ومشيتوا لهذا الروم هاجي تريدينغ تقدروا تبيعوا فيها اي حاجه ديالكم اي اكسس كما كتشوفوا. وكاينين دراري اللي عطيهم انا الرول سيرتيفيد، هادو تقدر تبيع الا قال لك مثلا بغي يشري من عندك ولا بغي يبيع لك تعطيه انت عينك مغمضين فهمتي، حيت عندهم الرول. كاينين تقريبا 4 الدراري، بنادم ما كتعرفو ما كيعرفكش غيدخل ادمين ميدل مان بيناتكم، يعني تيشت من عندك انت وياه وكيعاود يعطيكم وتقدروا تطوروا معاه الا بغيتو. اغلبيه تيكون هو اللايت كينغ حيت هو اللي مكلف بزاف بهذا الروماج، يعني عطاه الوقت ديالو. دونك الا جا دار معاك شي ايشونج ما فيها باس تعطيه واحد شويه الطور معاه، انت لا داك اللي بغى يقدر غارض حيت غي غتفاداو هذاك لاغناك. دونك صافا. المهم تفاداو لاغناك والفيزو بيبليسيتي خفيفه ظريفه للروم اللي غتنفعكم بزاف. شفت بزاف تدراري تيستافدو منها وما عمرني دويت عليها في يوتيوب اول مره. كنتمنى تستافدو منها حيت هذا هو الاوبجيكتيف ديالنا حنايا، هو كل واحد يستافد فهمتي، تكون شي حاجه فيها الافاده ليكم ولينا. المهم دوزو للفيديو. الفيديو اللي غندويو فيه على الاس ال بي، كيفاش كيطلع كيفاش كيهبط، الوقت اللي كيطلع فيه الوقت اللي كيهبط. غادي نشرح لكم هذا البلان كامل في هذا الفيديو هذا. غادي ندير واحد البانت، غادي نحاولوا نهضروا على الاكسي انفينيتي بعدا، شنو عندهم شنو كيربحوا هادشي كامل غادي تشوفوه في هذا الفيديو. واي حاجه قلتها غلط راه عادي، حتى انا راه النظريه جاتنا عادي فهمتي، يعني ماشي تنعطيو شي حاجه اللي اكزاكت 100% ولكن تنجدادو. دونك الا درنا شي غلط تقدروا تصحوا لنا في كومونتير نستافدو كاملنا فهمتي. المهم هادشي اللي عارفو انا والزينطو غادي نقولو لكم في هذا الفيديو، ولا غلطنا في شي حاجه راه يسمحوا لنا قبل ما نبداو الفيديو، حيت تيجيو شي دراري في كومونتير تيبقاو عليك لا قلتي لا ما قلتيش، انا راهي كنعطي نظريات فهمتي. يا كاين اس ال بي، غنحاول نديرو هي تصاور فهمتي. وكاين ضروري كاين الاي اكس اس، انا قلتها بالمونتاج.
هادو هما العملات اللي كاينين في هاد الجيمات، كيفاش كيجيو وكيفاش كيتبرناو، فاش كيتحرقوا ومناش كيجيو. عندنا اس ال بي هو هذا، والاي اكسس كيجيو من الفارم، من البي في بي ومن البي في ام، يعني لادفونتير وارينا. ارينا كتعطينا الاي اكسس بالنسبه للكلاسمو، ولادفونتير ودي كليكيت اللي كدير كل نهار، ميم ارينا حتى هي راه كتعطينا الاس ال بي. المهم بصفه عامه الجيم كتعطينا الاس ال بي وكتعطينا الاي اكسس. باش نلعبو هاد الجيم خصنا لي زاكسي، لي زاكسي هما اللي غيعطيونا هاد الفارم. هاد الفارم هو هذا عندنا، زعما لي زاكسي غيعطيونا باش نفارميو في ادفونتير اوف ارينا. ارينا و ادفونتير غيعطيونا اس ال بي و اي اكسس، اي اكسس و اس ال بي غنبريديو بيه لي زاكسي. يعني هذا هو الهرم ديال هاد الجيم. شي حاجه سهله، فكره بسيطه. دونك الى فارميت انا الاس ال بي بتروا اكسي وداك الاس ال بي بريديت به، راه ما غاديش يكون زعما قلت داكشي اللي كان فارمك داكشي باش كان بريدي، ضروري شي حاجه غاتشط. داكشي اللي غيشط يقدر يكون كتير بزاف ديال الاس ال بي تشطنا. فاش يتبرنا فاش يتبريداو تتبريداو لي زاكسي، تتحرق واحد شويه الاس ال بي ونتاع لي زاكسي، تتحرق يعني تتبرنا تيقلال، ولكن ضروري تيبقى واحد النسبه ثانيه ديال الاس ال بي كثيره، حيت ما يمكنش غادي تحرق كلشي. فاش كيتبرنا داك الاس ال بي في البريد ثاني تيكثروا لي زاكس، فاش يكثروا لي زاكس تيكثروا لي جوار، يعني تيوليو لي زاكس كثار، لي جوار خصهم حتى هما يكونوا كثار. ملي تيوليو ثاني لي جوار كثار الاس ال بي حتى هو تيولي تيعطى كثير. فاش نبريديو ثاني لي زاكسي ما غاديش نبريديو ثاني بهاد الاس ال بي كامل، ضروري ثاني تقريبا ينصو تنبريديو حنايا بالنص. يعني تجي ما عندنا واحد الفائض في هاد الاس ال بي هذا. دونك هنا عندنا الاس ال بي تيتحرق في البريد، هي الحاجه الوحيده اللي كاينه حاليا، ما كاينش شي حاجه اخرى نقدروا نضيعوا في هاد الاس ال بي هذا من غير اننا اكوبليو بيه لي زاكسي. دونك لي زاكسي كتارو وصلوا واحد العدد كتير، لي جوار ما وصلوش لهداك العدد اللي كان خصو يوصل، الاس ال بي فات العدد اللي كان خصو يكون نورمالمون، يعني ولا شي تفارما كتار واحد تقريبا 150 مليون اس ال بي في النار، وكتبورنا 40 30 في النار حتى 50 ماكسيموم النار تيكون اكبر بريد. هما راه واخا هكاك داروا مجهود، يعني الشركه دارت مجهود انه نرفعوا شويه الاس ال بي، كانت 150 كانت نرفعوا النص الكيتو بالكيتو بادفونتور، دابا كتجي 75 الكيتو بادفونتور. دونك الاي اكسس تيخصك في كل بريد جوج، اس ال بي تيخصك 300 في كل بريد وتتضوبل. دونك الاس ال بي راه واخا تبان لك 300 كثيره، ولكن عطات تفارما بزاف. الاي اكسس جوج تتبان لك قليله ولكن راه كثيره، علاش؟ حيت ما كيتفارماش الاي اكسس، تتعطى في ارينا في كل سيزون، يعني كل الاخر شهر كتعطى تقريبا الى جينا نحسبوها ميم با شي 2000 ولا ما نعرفش شحال تقريبا الزينطو، ميم با 2000 ولا ما نعرفش، يعني شي حاجه قليله يا الا حسبناها ما عرفتش انا بالضبط هي قلت هاد الاعداد، مي غتكون شي حاجه قليله اللي ما بيناش في السوق. وهنايا فين كندخلوا؟ كندخلوا في العرض والطلب، يعني بنادم كيشري الاس ال بي كيغلى، بنادم كيشري الاي اكسس كيغلى، بنادم كيبيع الاي اكسس كيرخص، بنادم كيبيع الاس ال بي كيرخص، ولكن هادو اللي كيبيعوا الاس ال بي كثار من اللي كيشريو، واللي كيشريو الاي اكسس كثار من اللي كيبيعو بواحد تقريبا راه فوا شي 30، راه شي حاجه اللي خياليه. البلان ديال العرض والطلب كاينين امثله بزاف، دابا مؤخرا درت واحد الفكره اللي تنشرت في التويتر، ما عرفتش انا شكون تويتها الصراحه، مي فكره الصراحه مزيانه وفاش تكتبات في تويتر وتطبقات طلع البارح كان 07 007 وطلع حتى 00 حتى 010
دونك ديجا مزيانه الفكره. تقدر تشرحها خير زين طوم؟ نتسارح حتى انا شويه. ايه سارح عندك خير ديك زين السكرين ديال يعني ديك حلها دي. دابا. يا حلها انا دابا السكرين. يعني ديك الوقيته حنا شفنا لو 14 ياك، أه امتى تشرى ديك الكونتيتي؟ امتى تشرات لو 15؟ لو 15 سي بون. الكونتيتي لو 15 تشرات، تشرات 10 ايثيريوم ديال الاي سي بي تقريبا. تشرات 10 عاوتاني مورا 10 10، يعني شحال من واحد تما تشرات؟ تشرات انت شوف فاش كيتشرى، ان فوا كيتشرى الاي سي بي كيطلع، كيطلع ولا كيطلع البري. دونك تشرات 10 ايثيريوم في 10 اللي هي 384000. راه ماشي شي حاجه. ثاني واحد نفس الشخص الا شنو الادريس، راه نفس الشخص هذاك اللي شرى 11 يعني نفس الادريس 400000 اي سي بي او ثاني شرى 400. دابا دابا هذا الشيء كامله شنو هو السبب؟ داك التويت اللي تحط ديال قال لك بنا عندك التصويره يا وراه تباعوا دي كونتيتي قبل من في 14 نيت بالليل ما عرفش مع الوحده داكشي مخربق. المهم شرات 800000 في 800 لا 500000 في 600 في 800 في 800 في مليون في جوجونس اللي هي 41 ايثيريوم في 29 في 28 في واحد. هذا الشيء هذا اللي شرا شنو دار؟ كونفيرتا الاي اكسس. دابا زين انتم غادي نشرح لكم عاد واش هو ابخي واش خلى اي اكسس ولا حولوا ولا شحولوا راه الله اعلم. المهم هذا هو السبب علاش، حيت دابا كيقول لك بنادم الاي سي بي طلع، يعني ما كاينش شي سبب، ضروري كيكون واحد السبب علاش ديك العمله طلعت، فهمتي؟ دابا عندك ديك التصويره اللي فيها سميتو يا اللي حل يعني من الافضل من الاحسن يعني ليكم نتوما الماناجرز السكولرز اللي عنده كونت ديالو انه يشدك الاي سي بي يحولوا لا اكسس، عادي يحولوا ديك ساعه اليو اس دي تي ولا يخليها اكسس ولا يحولوا الدرهم ولا اللي يبغى. علاش؟ لانه كتبين تما ات ويل هيلب انكريس ذا برايس اوف اي سي بي، اي سي بي غيطلع الثمن ديالو ولا اكسس غيهبط البري ديالو. فوالا العرض والطلب هادشي اللي قلت قبيله. قال لك الاي اكسس فاش كيهبط البري ديالو دوك اللي كيبريديو غادي يعاونهم انهم يبريديو اكثر. التبريديه شنو هي؟ يعني غتبرني الاي سي بي اكثر، تبرني سي بي يعني شنو؟ يعني البري ديالو غيطلع حيت غيولي يعني قليل. هاير هاير اي سي بي برايس ويل هيلب مانجر، داكشي اللي قلنا سكولرز والمانجر في صالحهم ان الاي سي بي يطلع. فهمتي؟ هادي باينه. عاوتاني سيلين دي سي بي دايركتلي تو بينوس ويل لور دي سي بي برايس، يعني فاش كتبيع اي سي بي ديريكت في بينوس كيزيد ما كتستافد والو، لا يزيد يهبط اكثر يعني كما قلنا. يعني تباع اكثر كيبقى البري ديالو كيهبط. يعني من الاحسن تكونفيرت اي اكسس، ماشي هي باش الاي اكسس يرخص نورمالمون. تقدر تكونفيرت يو اس دي تي ايثيريوم وتبيع يو اس دي تي كاع وتبيعو ديريكت، مي من الاحسن تكونفيرت الاي اكسس وتبيع الاي اكسس باش الاي اكسس ملي تباع بزاف غتهبط لا فالور ديالو. ملي غتهبط لا فالور ديالو غيولي بنادم تيبريدي. ملي غيولي بنادم كيبريدي، ملي غيولي بنادم كيبريدي الاس ال بي ولي مطلوب. فوالا غيولي الاس ال بي كيتحرق. هذه الفكره، يعني فكره واضحه. هذه فكره دارت بين اللي جواغ وتطبقات في نهار شفنا واحد الطلعه اللي كانت زوينه. يعني غير داك الكونتيتي، يعني ماجي واحد الكونتيتي كبر من هذيك اللي تدارت، يعني غيطلع واحد البلان اخر حتى هو وما تيساعدش بزاف ان الاس ال بي يطلع ولا يهبط، اللي هو البيتكوين. البيتكوين كلنا عارفين بانه هو اللي كيجر كاع لي كريبتو مع الا طلع البيتكوين كيطلع كلشي، كيزعم بنادم كيبقى يشري. ملي كيهبط البيتكوين بنادم كيخاف وكيبقى يبيع، دونك بنادم فاش كيبقى يبيع كيبقى يهبطوا لي برايس، فهمتي؟ تيهبطوا دوك الاثمنه. دونك شنو كيوقع؟ السوق كامله كتولي حمراء. بحال دابا حاليا هو بدا هبط البيتكوين، تبعوا الايثيريوم وبداو تهبطوا لي كريبتو الاخرين، دونك عادي حتى من الاس ال بي راه هبط. مي ماشي ضروري يطلع البيتكوين غيتبعوا الاس ال بي. هادي ما هادي هي هادي ما عندهاش علاقه كاع، فهمتي؟ تيطلع البيتكوين تي الاس ال بي تطلع شوي تهبط البيتكوين. بعض المرات ما تهبطش الاس ال بي تيتفيكسي، بعض المرات البيتكوين تهبط بعض تطلع الاس ال بي. دونك ما عندوش شي علاقه اكثر من ان عنده علاقه مع بحال دابا مثلا كون هبط البيتكوين اليوم البارح وجات مع ديك البيعه والشراء كان غيكون طلع، ديك الطلعه اللي طلع البارح كان غيكون طلع والبيتكوين راه غيهبط. يعني باتبان لك انت ما عندهاش علاقه. الا ما كان لا بيع لا شراء وهبط البيتكوين، بنادم غادي يبيع الاس ال بي ديالو حيت غيتخلع، دونك تيبان لك انت هبط. يعني كاينه واحد العلاقه، مي
ماشي كما تيكبروا هاد الدراري كما تنشوف الدراري تيكتبوا الى البيتكوين عنده علاقه كبيره، ما عندوش علاقه كبيره مي ككريبتو اس ال بي ككريبتو كيتاثر شويه بواحد النسبه قليله مع البيتكوين، ما يحاول تخرج هاد الفكره حيت ماشي راه هبط البيتكوين دابا مثلا ل 10000 راه غير هبط الاس ال بي 00 اي هبط واحد النسبه اللي ما غتبانش كاع، ويقدر يطلع الى وقع هاد البلان اللي قلنا لكم دابا، ولا الا دارت الجيم شي لعبه راه غيطلع دونك عاد اي ثينك شرحنا كل شيء اخي الزينطون. هادشي اللي كاين داكشي خفيف ظريف خفيف ظريف. اس ال بي تراري كما قلت لكم هادشي عنده علاقه بين العرض والطلب، دابا الطلب قليل والعرض الاس ال بي موجود بزاف فهمتي، دونك الاس ال بي الاغلبيه مهولجين صابرين وبنادم كيبيع فاش كيبيع بزاف راه كيهبط، وفاش كيتشرى بزاف راه كيطلع. هادشي اللي خصكم تكونوا دايرين فراسكم. هاد الاكسي انفينيتي الناس اللي جاوا من دوفيس ولا من حوايج اخرين ما عندهمش علاقه بالكريبتو راه بداو تيستافدوا في هاد العالم ديال الكريبتو، يعني ولاو تيفهموا ولاو عارفين، كانوا تيسمعوا بالبيتكوين في الفيسبوك من امين راه غايب وداكشي راه طلع 50000 هبط 40000 ولا ثمن بارطمان هادشي كلشي كان تيسمعوا، مي دابا وليتو كتعرفوا كيفاش كيطلع كيفاش كيهبط، تقدروا تتريدي وتقدروا يا فوالا، يعني من الاكسي انفينيتي راه دخلتوا لهاد العالم هذا الان اف تي تاع هو فهمتي، يعني بنادم بدا تطور راسو حيت حيت الاكسي ما تبقاش محدود فيها، اكسي راه هي طريق لواحد فوالا لواحد الحوايج اخرين اللي غادي تشوفوهم معنا في هاد لاشين ان شاء الله، يعني غادي نحاولوا نطلعوا معكم النيفو شويه باش كلشي يستافد، حتى تكون شي معلومه تنقولها لكم ما تنخبيوش. كما قلت لكم واخا تشوفونا غلطنا ولا شي عباره ما فيها باس تهبطوا تصحوا لنا في كومونتير باش نستافدوا كاملين، حيت الكومونتير انا اصلا تنقرا كل شيء. وشكرا للاخ زين طوم شارك معنا في هذا الفيديو. مرحبا اخي سعد، مرحبا الدراري، ما تنساو الجيم وبارطاجي يا ضروري، وتحيه للميكروفون هبطوا كتبوا لنا بالصحه والراحه اللي كملوا الفيديو حتى لهنا عبيبانو اللي وصل لهنا هبط كتب بالصحه والراحه غادي نعرفوا كمل الفيديو، ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. تحياتي بيس. تحياتي الدراري. Peace.